السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ناقد زملكاوي اسمه حامد وجدي، وهذا الشخص أنا أثق فيه، يعني هذا الشخص أنا أثق فيه، كلامه جيدا جدا 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 لنسبة 90%، يعني لأن معظم أخباره صحيحة بنسبة كبيرة. يعني بيتكلم بيقول إيه، هو متابع صفقة مصطفى شلبي من البداية يعني، ولما الزمالك دخل في القصة كان قال، يعني له مصادر قريبة في نادي إنبي، قال لك ايه صفقة انتقال مصطفى شلبي للزمالك يا سيدي بكام بقى؟ قال لك تمت مقابل 23 مليون جنيه. على ايه؟ على قسطين، القسط الاول بعد اسبوعين والتاني في شهر ابريل القادم، عكس الكلام اللي كان انبي بيروج ليه والاعلام وسيف زاهر ومرتضى منصور والكلام ده كله. قال لك تدفع كاش، تدفع كاش. وازاي الزمالك هيدفع؟ يجيب منين بقى الفلوس بتاعت الكاش دي؟ وانتوا بتقول انه محجوز على الارصده وهيدفع كاش 23 مليون. قال لك على قسطين، القسط يعني خدوا مصطفى شلبي بدون ولا ما اندفعش في حاجه حتى الان يعني. قال لك اول قسط بعد اسبوعين، الثاني بقى في شهر ابريل اللي جاي. الكارثه ان بيقول لك اللي هيقوم بتحمل التكاليف بتاعه الصفقه، قال لك جهه ما هي التي ستقوم بتحمل تكاليف الصفقه وليس خزينة الزمالك بسبب الحجز على أرصدة. مين هي الجهة دي بقى؟ هنا لازم نوزن، احنا يا جماعة محتاجين شفافية. وانا النهاردة تاني وتالت وعشر ومليون ما بتكلمش، ولا عايز اعرف رصيد مرتضى منصور في البنك قد ايه، ولا اعرف مرتضى منصور اشترى عربيته الشخصية او عربيات ولاده الشخصية منين. انا بتكلم عن نادي يملكه الدولة، واحنا بنسأل بمنتهى الشفافية مين هي الجهة اللي تحملت صفقة مصطفى شلبي بالكامل. يعني هو كلامها بالكامل، قال لك انا اتحمل تكاليف الصفقه لان الزمالك محجوزه على الارض. مين بقى اللي هيدفع؟ الجهه دي. قال لك جهه مش شخص، جهه. مين هي الجهه دي؟ سؤال يثير علامات استفهام كتير خلال الفتره اللي فاتت. مين اللي بيدفع لنادي الزمالك؟ مين اللي بيمنع سيد عبد الحفيظ من الظهور مع مهيب؟ مين اللي بيمنع حلقه سيد عبد الحفيظ على قناه القاهره والناس؟ مين اللي بيحذف فيديوهات سيد عبد الحفيظ؟ مين اللي سامح لمرتضى كل يوم يطلع ويتكلم ويهاجم ويتجاوز؟ مين اللي سامح لمعارضين الخطيب يظهروا ويقطعوا في النادي الاهلي؟ مين اللي مانع معارضين مرتضى منصور ونادي الزمالك من الظهور على القنوات؟ مين اللي بيدفع لنادي الزمالك؟ مين اللي بيتفاوض على رعايه نادي الزمالك؟ ورعايه نادي الزمالك كيف تتساوى او تقترب بنسبه ما الى رعاية النادي الأهلي؟ كل هذه الأمور جمهور النادي الأهلي والجمهور المصري لازم يفهمها أو محتاج إنه يعرفها يعني، هي مش سر، ما بتكلمش عن مشكلة شخصية. وفيما يخص هنا حمزة إسلام الشاطر اتكلم على قناة النادي الأهلي وقال لك الأهلي وثق عقود مصطفى مريم مصطفى بنت هنا حمزة في اللجنة الأولمبية ويسلمها لاتحاد الطايرة، وقدم ملف فيه 2020 في 220 صفحة، ملف بتاع في 220 في كل المستندات الدالة على صحة موقفه وانتظار رد اتحاد الطائرة. طبعا شفنا كلنا الحلقة مع هاني حتحوت، وهناء حمزة طالعة بتقول في ضغوط على اتحاد الطائرة النادي الأهلي وما نعرفش، مش هقدر أقول مين، لكن في ضغوط. ولما قال اتحاد الطائرة أو اللجنة الأولمبية أقرت بصحة موقف النادي الأهلي، ما قالت إحنا مالنا ومال اللجنة الأولمبية؟ اللجنة الأولمبية دي إيه؟ اللجنة الأولمبية دي هي الأم، زي اتحاد الكرة والأندية كده. اللجنه الاولمبيه الجمعيه العموميه بتاعتها هي الاتحادات، اتحاد الطايره، اتحاد، هي لما بيبقى في مشكله يرجع اللي هو بمزاجنا. المهم لما اسلام الشاطر يتكلم كده طلعت تقطع في اسلام الشاطر. اسلام الشاطر انا لعبت النادي الاهلي لكن ما خدتش حاجه، ما خدتش منه حاجه. انت لعبت سنه ولا سنه ونص، خدت مليون ونص ولا اكتر. واسلام والكابتن اسامه حسني بتاخد 200,000 جنيه في القناه، واحنا ادانا اسمنا النادي لكن ما خدناش. كاننا داخلين نردح نردح. هي ما انتوا قعدتوا من عاشر الام 30 يوم ولا 40 يوم صار منهم. والجانب الاخر منتهى طالعه بتهاجم اسلام الشاطر. انت مين اسلام الشاطر؟ مين اللي عمله اعلامي اصلا؟ انت داخله تغلطوا في البني ادمين ولا طالعين تعملوا ايه؟ مش لكن هكذا هو
الإعلام. بالنسبة لجمال عبد الحميد وغضب نادي الزمالك، كابتن شوبير تعبان قوي من جمال عبد الحميد وبيقول له انت ما، او ناس من جمال عبد الحميد برضه، حد يفهمنا. جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وفي اللوائح ممنوع التعاقد مع قناه النادي مع عضو مجلس الاداره، في تضارب مصالح. ازاي تبقى عضو مجلس اداره وتقبض وتطلع للناس تقول للناس كاني وماني؟ ممنوع العمل متعاقدين مع جمال عبد الحميد. ده برضه من انواع، نوع من انواع المخالفات. ايضا جمال عبد الحميد عايزين نفهم معالي الوزير. جمال عبد الحميد عضو في اتحاد ده في مجلس اداره نادي الزمالك، ولا القرار اللي طلع مركز التسويق والتحكيم الرياضي بتاع اللجنه الاولمبيه قال لك ان هو بطلان ترشحه؟ ما احنا محتاجين مليون سؤال وسؤال، عايزين ليه اجابات ولا حد هيجاوبك. يطلع يقول لك مش عارف ايه، وكفايه امك يا ادوش، كل هذه الخزعبلات والمهاترات يعني. وزي ما بقول لحضراتكم ايضا، اتفق في كلام حامد وجدي فيما يخص صفقه نادي الزمالك ايمن الشريعي، طلع قال لك ان عقد صفقه نادي الزمالك تقريبا تمت في حدود 25 مليون، لكن ما قالناش ازاي وليه وكيف وماذا وحاشا وماش وكلام من هذا القبيل. المهم خالد غندور طالع يدافع عن جمال عبد الحميد بعد غضب بعض جماهير نادي الزمالك من اللي قاله جمال عبد الحميد ونقده لفريرة بعد مباراة في ليمبو. ومرتضى منصور طلع دافع عن جمال عبد الحميد وقال لك كل واحد من حقه يقول وجهة نظره. وطلع خالد غندور زي ما قلت حضراتكم قال لك في ناس قالوا ان فريرة زعلان من تصريحات كابتن جمال عبد الحميد، وفريرة عنده 76 سنه وعنده خبرات وعارف يعني ايه كره القدم، عارف يعني ايه اراء ونقد. ده كلام خالد غندور. مجلس الاداره دعم بطريقه بكل طريقه وبطريقه غير طبيعيه لفريرة. المستشار مرتضى منصور موفر له كل الاحتياجات الفريق والمستحقات والسفر بطياره خاصه، وفريرة مبسوط من امير مرتضى منصور وبيقول ما شفتش مدير كوره زيه خلال 50 سنه اشتغلت كمدير. بسم الله ما شاء الله. والبعض الاعلام الزملكاوي او جمهورنا الزمالك لك ده امير مرتضى ياخد الشهاده بتاعت فريرة دي ويعلقها على صدره او يبروزها في بيتهم يعني. ها فالمهم ان خالد الغندور بيدافع عن جمال عبد الحميد في الوقت اللي الكابتن شوبير بيهاجم فيه جمال عبد الحميد. انت مالك؟ كابتن شوبير بيكلم عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمحلل في قناه نادي الزمالك عن نادي، بيقول له انت مالك؟ انت كده هو دي المدير الفني هو اللي يختار وهو اللي ما يختارش، انت عضو مجلس اداره تحاسبه اخر السنه. ويطلع خالد غندور يشيد بجمال عبد الحميد، ومرتضى منصور يقول احنا ما عندناش راي واحد في القناه. ما بتحرج نفسك ليه يا كابتن شوبير؟ ما حدش هيديك نشال والله، يقول لك انت مالك، هيقولوا لك انت مالك. المهم عرضوا الفيديو بتاع مرتضى منصور وفريرة، فمرتضى منصور بيقول لي فريرة عايزين نديك العضويه بقى بتاعت نادي الزمالك عشان تكون رئيس نادي الزمالك. ففريرة قال له انا عمر ما هكون رئيس نادي الزمالك لسببين يعني. السبب الاول انه في حوارات صعبه جدا وحوارات كتير في هذا مسؤوليه، وحوارات كتير في رئاسه نادي الزمالك يعني عندهم مشاكل كتير وناس بتتخانق وناس بتشيكوا بعض. قال لك السبب الثاني ما حدش يقدر يحل محل المستشار مرتضى منصور، هذا الرجل عارف كي من اين تؤكل الكتف، عامل زي انياسو. ولما مرتضى منصور سأله بقى ايه رايك في امير مرتضى المشرف العام على الكره، قال له جود يعني. مرتضى قال له جود ولا فيري جود؟ قال له لا فيري جود، من احسن المدربين. طب واحد اب بيسال واحد عن ابنه وقال له جود، راح قال له فيري جود ولا فيري جود؟ قال له فيري جود. خلاص خليه يمشي بقى، دي يمشي ونقول احسن. لو مشي من نادي الزمالك هيقول لك احسن، لا موجود مع نادي الزمالك وعامل له فيديو هيشتم في امير. لا احسن من 50 سنه يا راجل يعني، احسن من اللي اشتغلت معاهم في اوروبا والدول المتقدمه اللي بياكلوا مع الكباب طحينه. يا الله العظيم يا اخي، حاجه غريبه حاجه عجيبه. ايضا بالنسبه ل قلت الكابتن شوبير وهاجم جمال عبد الحميد، ميدو بقى زي ما قلت حضراتكم في وصله هاجم بقى على غرار الكابتن كابتن شوبير. يعني كابتن شوبير تقمص دور الزملكاوي الصرف يعني، قلبه على نادي الزمالك. وخالد غندور قال احنا ما عندناش راي واحد في القناه والنقد، والراجل ما يزعلش من النقد، اطلع انت منها يا كابتن شوبير يعني. المهم ميدو بيقول لك الكلام ده ما ينفعش، واللي قاله جمال عبد الحميد وان عضو مجلس اداره ازاي تخرج تنتقد المدير الفني على القناه، التصريحات دي اللي هتغرقنا ولو استمرت هيكون في هجوم على فريرة، وفريرة مدرب كبير واداره الزمالك
كده هيمشي ومش هيكمل، والزمالك لازم يتعلم من غلطاته، وما ينفعش اللي حصل قبل كده مع فيريرا يتكرر. وانا شايف ان في مبادر ازمه بيصدرها نادي الزمالك لنفسه، وفي نفس الوقت بيقول لك ايه الاهلاويه فرحانين بالتصريحات اللي قالها جمال عبد الحميد. احنا مالنا ميدو الاهلاويه والكلام ده كله؟ قال لك الزمالك ربنا انعم الاهلاويه، يعني قال لك الزمالك ربنا انعم عليه مدرب كنز اللي هو فيريرا، والاهلاويه لما سمعوا انتقاد جمال عبد الحميد بقوا فرحانين وقالوا هو ده الزمالك بيوقع نفسه. شغال زملكاوي، برنامج زي ما احنا نسميه، بلاش الريمونتادا نسميه الزمونتادا ولا الزملكوتادا، نسميه كده يعني. يعني هنا بيهاجم، قلت لحضراتكم هاجم لاعب النادي الاهلي برونو سابيو، يقول لك وهاجم اداره النادي الاهلي، قال لك تعاقد النادي الاهلي مع برونو سابيو هتكون جريمه كرويه في حاله ايقاف اللاعب، جريمه كرويه، النادي الناحيه الثانيه بيساعد وبيساند وبيزق. لا حول ولا قوه الا بالله. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.